الروائي الكبير استاذ صنع الله ابراهيم، اولا مبروك الروايه الجديده القانون الفرنسي، الله يبارك فيك. وكنا بقى لازم حضرتك عايزين حضرتك تدي فكره للقارئ عن بتدور احداث الروايه عن ايه. هي الأحداث بتدور في الوقت الحالي سنة 2005 في فرنسا نفسها، ما بين مدينة بوتيه ومدينة باريس، والشخصية الرئيسية في الرواية هو الدكتور شكري اللي هو كان الشخصية الرئيسية في رواية أمريكانيا. وبعدين بتتناول، يعني أنا ممكن أعتبرها أحيانا إنها مثلا زي ما تكون استكمال لرواية العمامة والقبعة اللي قبل كده. أنا رواية العمامة والقبعة كانت قايمة على أساس مذكرات تلميذ للجبرتي. هذه المذكرات هي برضو موضع للمناقشة في رواية جديدة، بالإضافة إلى القانون اللي هو كان معروض على الجمعية الوطنية وقتها. القانون ده هو اسمه قانون رد الاعتبار للاستعمار، يعني بيطالب المدرسين وبيطالب المجتمع بأن هو يرد اعتبار أو ينظر بعين التقدير لما بيسمونه تضحيات وأعمال الجنود الفرنسيين والموظفين الفرنسيين وراء البحار، يعني في المستعمرات، يعني في الجزائر والهند الصينية وأفريقيا، كان نص أفريقيا كانت مستعمرة من جانب فرنسا. فبيناقشوا بتناقش هذه المسألة. يعني الرواية تعتبر زي جزء ثالث، مش جزء تالت، يعني بتستخدم تكنيك، يعني نفس الشخصية اللي في رواية أمريكانلي وفي نفس الوقت بتكمل الجزء، لا بس هي ملهاش علاقة بأمريكان دي خالص، يعني مجرد إنه توظيف يعني رواية جديدة، آه يعني آه بس مجرد إنه هو نفس الشخصية، يعني اللي هو أستاذ تاريخ مقرن وفوق الستين، فوق سن الستين، وبيتعرض لبعض المواقف. الرواية خدت من حضرتك وقت قد إيه من في كتابتها؟ هي أخرت تقدر تقول أخرت حوالي 7 أشهر يمكن أو حاجة زي كده. يا حاج، بمجرد ما انتهيت من رواية العمامة والقبعة بدأت فيها، يعني كانت الفكرة جاهزة عند حضرتك؟ ما هو لأن كنت أنا في كل أول في الأول خالص كنت بفكر في رواية واحدة للاتنين، يعني الرواية مكونة من قسمين، قسم بيدور في القاهرة سنة 1700 كذا و90، وفي قسم بيدور في باريس سنة 2005. وبعدين حسيت يعني إنه عشان أبقى ما يعني ما بقاش مقيد قوي، فإنه ممكن يبقى منفصلين، يعني دي كانت رواية مستقلة ودي كانت رواية مستقلة، ويبقى في إحالة برضه بشكل ما لها. الرواية متوقع لها إنها تصدر في وقت قريب؟ إن شاء الله هتطلع في نهاية السنة، يعني المعرض إن شاء الله. ألف مبروك أستاذ صلاح. الله يبارك فيك.